الفقاعات الناتجة عن الحرق بنسيبها زي ما هي، ممنوع تماماً إن أنا أفتحها، ولو فتحتها الجرح هيعمل ندبة بأسوأ مما كان هيلتئم لو أنا سايباها. فقاعة الحرق دي ربنا خالقها بتحتوي على مواد فعالة بتعالج الحرق، بتقلل الالتهاب. بسيبها زي ما هي لغاية ما هي نفسها ينتهي دورها فتنشف والجلد اللي فوقها يقشر. إمتى ممكن تتفتح؟ لو هي في مكان يعوق عملي، لو هي في كف إيدي مثلاً ومش عارفة أتحرك، لو هي في كعب رجلي ومش قادرة أمشي، ساعتها بنضطر آسفين إن ممكن نضطر نفتحها. لكن طالما قادر إن أنا أسيبها مكانها ياريت أسيبها مكانها. الحرق بتبقى نتيجته أفضل كتير جداً من ناحية شكل الندبة والتئام الحرق لما تكون الفقاعة دي انتهت وخلصت دورها بنفسها، مش أنا اللي فتحتها.